بحضور رئيس اللجنة العليا الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس دوكيني ديكير، أطلقت لجنة الوعظ والإرشاد التابعة للجنة العليا فعاليات التدريبات التطبيقية حول كيفية أداء مناسك الحج، وذلك بتدريبهم حول هذه الكعبة المجسمة. وبهذه المناسبة شرح رئيس لجنة الوعظ والإرشاد الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان النائب الأول لرئيس المجلس والأمين العام كيفية الطواف، حيث يبدأون بالحجر الأسود ليطوفوا بالبيت إلى أن يصلون إليه مرة ثانية ليعد ذلك شوطا واحدا وهكذا إلى 7 أشواط. يا أبو بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وباعا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الحج مبرورا وثوبا مشكورا وصائما مشكورا. الله أكبر. والدعاء معاذ الدنيا الآخرة لنفسك لأهلك لبلدك كل ومن ثم يقومون بأداء ركعتين عند مقام نبي الله إبراهيم. كما شرح لهم كيفية السعي بين الصفا والمروة. وللوقوف على سير هذه الدروس التوعوية، فقد قام رئيس اللجنة العليا الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة الجنرال إدريس دوكيني ديكير بزيارة ميدانية للحجاج في المسجد الكبير للملك فيصل، ووجه لهم كلمة ضافية دعا فيها الحجاج إلى الاهتمام بالحضور في هذه الدروس التوعوية التي تعد جانبا مهما، إذ أن الحاج بحاجة إلى معرفة أداء مناسك الحج. كان حجاج التشادين مشوا هناك بقدروا بعملوا الحج بكل التعاليم، مشان هناك هسه زي ما شفتوا أن الناس شيء كل كيف هناك يكونوا أغلى 4 ولا 5 ملايين ناس هناك. هنا هسه هين تجروا تسووا شغل تدوروا، ما هناك ما تقدر تظهر كل شيء هسه يوصفوكم شوفوا أديل. عشان الحج عند أركان وواجبات وكل شيء، حتى تشيل الحرم هناك ده كان ما تعرفه مشكلة، الطهارة مشكلة. حسنين الحمد لله قال نسولوكم ليفري، معنا دبدر سخير دليل كتبنا فوقك كيف الحج بقدر بيسوي واجباته بفرنساوي وبالعربي. ان شاء الله قبل ما تمشوا اي ما حج ننتو دبدر سخير كده بكان اي محل مشى شغل بيسوي فوق ده مكتوب فوق بقدر بالعربي وبالفرنساوي، كان ما بعرف العربي لكن شغل الحصة هم قاعد بوصفوك ده أهم شيء ومهم جدا، عشان أنتوا لما ماشي هناك ما تلقى وقت زي ما حصة عندنا وقت واحد يقيف يوروكم. عندنا مرشدات وعندنا مرشدين، السنة الحمد لله شلنا قريب 30 ناس من النسوان، قريب 14 أوين قاعدين بتدربوا لأخواتنا أمهاتنا وأوزاجنا، وشلنا حتى رجال شيوخ قريب 16 نفر كل لحد نمشي هناك ده. هنا بتدربوكم هنا، ولو كان في الطيارة كله بوروكم كان وصلنا أي محل، وصلنا ده كان مدينة كان في مكة كان منى كان مزدلفة كان عرفة، كله هم يكون معاكم ويوجهوكم. عشان كده اي ما واحد كان عنده شكك في الشغل البسيدة خليه بسال ما إيه. دين ده وصي
هم حتى شيوخ هم واحدين ما بعرفوا في الدين. عشان ده انتوا الناس الذهاب ماشين ده علموا اسالوا، كان منا النساء كان منا الرجال، اسالوا كيف كان مشينا هناك الحج تبقى. لكن اندور نزيد حاجه بسيطه لكن مهم جدا، زول كان دربك كل ما تهجي، كان لازق كل ما تكلم تسوى السماء تكلم كلام طيب، انت ماشي بيت انا الله. عشان ده الاخلاق فكروا فوق يا اخوان مهم جدا. اي ما واحد وسو ممكن علينا هسه نهج كلنا نقصره، كان قصرنا ما سوينا بالدر نارم المية في مية ده الا الله ممكن نكسره، كان قصرنا نقدره، كان وريتونا بالطريقة السهية نقدر نجيب حلال. لكن مسافة كهين كما في سفر هين كما في أنكون كلموكم، لكن مشكلة وايد كبير فيه. الحج هو تعب حقا يومين آخر ده كله كساكت، من ما انتو فجر من منى تمشوا عرفة، في عرفة تقيلوا الشيء تمرق من عرفة تمشوا مزدلفة تنوموا ام باكرتا تكونتيني تمشوا جمرات، من الجمرات الواحدين بيمشوا بيسووا طواف وقبلوا. هذا بس المشكلة بتاع حج دابا، كان الناس بودروا دابا، كان الناس بتعبوا. عشان ده في محلات الهسه قاعدين وريده تكونوا نينا سوينا نظام، اي ما واحد بيمشي من هنا ده سوينا ترتيب عشان ناس 50 فوق مسؤول، ناس 50 فوق مسؤول، ناس 50 فوق مسؤول، زي ده نودوكم في ال 50 مسؤول ده فيها مرشد ولا مرشده ننظموكم. لكن نظام علينا نسوي، لكن علينا ما نقدر نطبق النظام، انتوا اللي تطبقوا النظام. نظام علينا نودوكم فوق ده امشوا فوق، ما تمرقوا من النظام. لما ما تمرقوا من النظام بإذن الله بدون مشاكل نمشوا ونقبلوا وما تتعبوا. عشان هنا نسوي أي دليل عشان الحجاج ما بتعبوا، عشان ده يا قايدين ليه الحجاج ما بتعبوا؟ الحجاج لازم بسموا كلاماتنا، عشان هنا دائما قاعد نفكر كيف نقدر نسوي حاجة كويسة عشان ليه الحجاج ما بتعبوا. عشان ده أوقات الهسة قاعد نوريكم محلات القاسم نوريكم ده قاعد نفكروا كيف ناس دائما في السنين ناس بودروا عندك، مرات ناس بودروا 3 يوم ما بلقوم وتأدلم قريب 20 كيلو تمشي بكراك في الليل. عشان ده قلنا كل الحجاج لما مشيتوا ما تفارقوا، اقعدوا عن جروب زي ما نوريكم ده، بس كان قعدتوا عن جروب ما تودروا، عشان كل الناس المرشدين كده أنت نام عالم هنتشات يلبسوا خلقان كي بفوق من حرم هنام يلبسوا جاكيت كي من بعيد تعرف قدر ذات الشاد. والحرم زي ما وصفوك كل الحرم حتينا عالم هنشاد بورا، لكن انتو كان تمرق من الخنم كله كان ماشين كي خنماي كان مرقد منا الدود ياكلها، كان وهيت وهيتكو بطرف تودر اكيد عشان ده ما تودر من الناس. كما طمأن رئيس بعثة الحج التشادية الجنرال إدريس دوكيني الدكير الحجاج بأن جميع الاستعدادات الفنية قد اكتملت، وأن أول رحلة إلى الأراضي المقدسة ستكون في 4 من شهر أغسطس، داعيا جميع الحجاج المتواجدين في الأقاليم الوطنية بالتحرك نحو العاصمة. أنتوا الهسة موجودين في جامعنا بتان نادم ما بيقبل، ما له الباقي كله خبروه، ناس يقولوا كان عندك كلام ده كان لقيته مرة ماشي كبير كله وري عشان هي تبلغ قدام. من يوم 25 قلنا اي ما حج شادي بمشي يكون في الاسماء، عشان الرحله الاول يكون يوم 4/8. هسه بعد منكم موجودين هند فيزا انا كلها خلاص وصل جه، ما طياره كله وكان خلاص طياره كله جايزه، من يوم 4 نبدا الرحلات. من يوم 4 قدام ده ما نقوف، عشان ننقل الحجاج في يوم كل حجاج التشادين خلاص في مملكة. عشان ده ناس اللي لسه ما جو باقين كلموهم من يوم 25 كل واحد كان يقعد بكان أهله كان يقعد بكان يكون في جامين، عشان كان بعدين ما نقف ونال من هنا ما قدرنا نقلنا وبدبر بيجي هناك،
عشان منا ما مسؤولين منا. عشان ده نقول النظام احسن واهم كل شيء. كل واحد انتوا دفعتوا كل شيء. نحن مسؤولين منكم. لاكل هناكم، لشراب هناكم، لنقلين هناكم، كان هنا كان هناك، نحن مسؤولين منكم، عشان كل دفعتوا. عشان ده لا انتوا خدمتكم نسوي لكم عديل ده، انتوا تساعدونا عشان نخدموكم. الوعد المعيد اللي ندوكم ده ما تفوتوا منه. وبعد هنا بعدين في محل هنا تجمع. المحل ده كله نوروا له وكالات هناكم. ومن هنا قدام ده اسمه ذات القران دائما اسمه. كان في بلاغ هنا الحجاج، كان شنو فيه؟ كله ندسوا فيه انفورماسيون عشان اسمه. عشان يذكروكم. وكان في محل هنا الريجروبمون في كله نوروكم تجوا هناك. اي ما واحد دائما ندوكم اخبار في الحج كيف يكون ومتى يكون، كله كاخبار ندوكم ان شاء الله. اللهم يوفقنا في هذا الخدمة، وانتم كلها دعونا عشان نقدر نخدموكم كويس. ومن ثم عقب رئيس لجنة الوعظ والارشاد الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان النائب الاول لرئيس المجلس والامين العام شاكرا رئيس البعثة على زيارته الميدانية وعلى توجيهاته لحجاج بيت الله من الجنسين. الناس يكون بالمجموعات وعندهم ست علم دربو، ست لون، اي لون عنده مجموعة وعنده كبير حقه. فلان فلان 50 نفر 100 نفر كبيرهم فلان. كان واحد مرضان كله يمشي له هو يمشي يشوف الاطباء، ودر كذلك عندهم مشكلة هو، ويستعينوا بالشباب. ما بس الناس اللي قاعدين في تنظيم فقط، لا، لان انت كحاج ما شرط الا تقول الناس الشالهم هم خليه يخدموا، لا لا لا، انت لو خدمت الحاج لك الاجر. اذن الشباب وحتى الابين منهم الشابات نشيلهم نزيدهم في الناس الشالهم، لان مهما الدعاة هم تقريبا 30 ما يتموا ل5000 انسان. لذلك الواحد اذا كان قالوا لي فلان انا ديريك تساعدنا، او فلان انت تساعد اخواتك، خلي تكوني، او واحد يقول لا انا دا نساعدكم يا ناس، هو ذاته يكون متطوع زي يقول فولنتير، هو ذاته يقول انا دا ما شاء الله دا نساعد نخدمكم، يسجل اسمه ويكون في المجموعه ويكون يخدم اخوانه. لان ما ممكن ناس في عماره قريب 400 500 نفر و5 نفر معاهم، يمكن ده في الطابق الاول، الطابق الثالث، الطابق الرابع، الطابق الخامس. حتى هم بنفسهم لو واحد في ال50 في الطابق يمكن هم 50 نفر او 40 نفر، ممكن حتى ولو كان ما شالوا في واحد يتبرع يخدم الغرفة. تلقى في ناس بخطهم 5 6 سرير، وفي ناس كبار او ابين كبار، في واحد شاب او واحد شاب يخدم الناس الكبار ديل ده عشان يأجر. الخدمة هناك اجرها مضاعف، زي ما الصلاة ب100,000 صلاة في مكة وفي المدينة ب1,000 صلاة، كذلك أي عمل تقدمه عندك الثواب. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا. وزي ما قال أمير الحج الآن الناس 5,000، لكن كلنا أظن ما نفوت هسه 1,000 نفر أو 700. في ناس كثير ما عندهم معلومات بالحج، وفي ناس فعلا في المدينة انجمينا في بعض المساجد وهذه بعض المشايخ عندهم إرشادات، وهذا ما يكفي. في ناس واحدين من البيت إلى المطار، كم مشيت في المطار سألت قلت كم أركان الحج، يقول لك لا ما في فخرة قال بورونا هناك، ما لسانا نحن. ده خطأ كبير. إذا الواحد لما تدفع أموال وبعدين تستنزف قوتك تمشي، لابد تتعلم قبل أن تدخل في العبادة. لذلك الوقت مازال قرب، لكن عندنا وقت. كل زول الما بيقدر بيجي، نحن نقول له تجي، لكن الافضل يجي يشوف الكعبه دي، يشوف كيف، شوف الناس مشوا، معناته ايه السعي بين الصفا والمروه. باكر عندنا الجمرات دي نجيبها، كيف الناس برموا الحجر كرك كرك كرك، ده نقول لكم ده الاولى الثانيه الثالثه، جمره الصغرى، جمره الوسط، جمره الكبرى، عشان تتدرب من هنا. لأن الحج معركة خدمة، لأن هناك لو مشيت خلاص تدخل في الخدمة. لذلك نين دايرين أي حاجة اللي بيسمعنا، حتى ولو كان في عالم جنبه
يسأله. لكن يمكن العالم ده ما حجه بيعرف الأحكام ده، يقول لك الأركان كده الواجبات كده كان، لكن قم سيدنا سوي ما يقدر يسوي، لأنه ما شاف الكعبة يوم واحد، ما شاف المدينة، ما شاف الحجر الأسود ده، ما شاف صايبين الصفا والمروة، ما شاف عرفة وين، ما شاف منى. لكن الفكيل هو مشى وجاء مشى وجاء، زي الدكتور، الدكتور القرى يوم واحد مات عن إبرة ده، ما بيقريك كده بيقول لك كده الإبرة اللي بيسوى كده وكده، لكن قال له تعال شيل يده يرجف، يقول لك أنا يوم واحد ما طعن. لكن الدكتور القاعد في المستشفى كل يوم بيطعن، معناته عنده إيه؟ ساهل. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يتقبل منا حجنا ووفقنا إلى ما يحب ويرضى. زاوى تجدر الإشارة إلى أن الدروس تتواصل يوميا بالمسجد الكبير الملك فيصل، وأن أول رحلة إلى الأراضي المقدسة ستكون في الرابع من شهر أغسطس.